بسم الله الرحمن الرحيم. وها نحن مرة أخرى في رمضان. فنحمد الله عز وجل الذي بلغنا هذا الشهر الكريم. ونسأله تعالى أن يعيننا على صيامه إيمانا واحتسابا حتى يجعلنا من الذين يغفر الله لهم ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر. فمن أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. في هذه الشهر المبارك نتحدث في مسلسلنا هذا عن الفاء الشريفه في القران الكريم وانتم تعلمون ان لله ازمنه شريفه واماكن شريفه واوقات شريفه وهكذا فمن الازمنه الشريفه رمضان النصف من شعبان يوم عرفه وغيره ومن الاوقات الشريفه السحر والمستخففين بالاسحار صلاه الفجر في المسجد ما بدا المغرب والعشاء لها خصوصية ولله أماكن شريفة مكة والمدينة وعرفة وبيت المقدس وهكذا إذا إن لله حروفا شريفة ومن الحروف الشريفة في القرآن الكريم هذه الفاء التي يسميها أهل اللغة يسمونها فاء التفريع فاء التفريع ما بعدها متفرع عما قبلها نقول دخل فدخل فلان الجنة فقد فاز اجتهد فلان فنجح فالنجاح متفرع على كونه قد اجتهد اجتهادا كبيرا في القرآن الكريم ما يقرب من ثلاثين أو أربعين أو خمسين موضع تأتي هذه الفاء تحمل بشارة بعدها بشارة عظيمة في الغالب بعد الفاء بشارة أو وعد أو استجابة وحينئذ بما ان الله عز وجل اقر في الكتاب العزيز ان هذه الفاء ما بعدها بشاره عظيمه فعليك ان تتمسك بما قبلها لكي لكي تحصل على ما بعدها بتمسكك بما قبلها يتفرع عليها يعني مثلا ناس كانوا في 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 حرب وجاءهم كثير من الجيوش المعادية بحيث لا يستطيعون عليهم ولكنهم صبروا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل شو وراء قال ف شوف الفاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فكل من يقع في أزمة في عدو في كثرة معادية ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل سوف يحصل على نفس النتيجة ينقلب بنعمة من الله وفضل سيدنا موسى عليه السلام جاء هاربا من, من مصر وذهب إلى 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 قوم مديان وعطشان وجوعان وبعدين جلس تحت شجرة وما يعرف أحد غريب فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بعدها مباشرة قال ف فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قد فضل إن أبي يدعوك ففرج الله عليه فكل من يريد رزقا أو زواجا عليه أن يتمسك بهذا النص لأنه نص شريف مقصود رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير والنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه قال فنادى في الظلمات انتبه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ف شوف الفاء مباشرة وراها إيش فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن فهذا كل من يدعو بهذا الدعاء سوف يحصد نفس النتيجة التي قالها لأنه هكذا حيثما وجدت الفاء وبعد الفاء عطاء فرج نصر صحة مال زواج مكاسب متفرع على ما قبلها من دعاء أو عبارة أو جملة عليك أن تتمسك بها لأنك سوف تصيب ما أصاب حينئذ في هذا المسلسل الذي نحن فيه سنستعرض في كل ليله مثل هذا الوقت واحده من هذه الفاءات الشريفه التي جاءت في كتاب الله عز وجل والتي ينبغي على المؤمنين ان لا يذهلوا عنها لان من قالها كما قالها صاحبها من اول يوم سوف يحصد نفس الفرج الذي اصاب صاحبها في ذلك اليوم فعلينا ان نحصي هذه الفاءات الشريفه ونجعلها في أدعيتنا فإنها مباركة والاستجابة فيها ضرورة كما قال, عز... كما قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والسلام عليكم ورحمة